وخاصة فريق الأهلي يلعب على أرضه وبين جماهيره، محاولة لمصلحة الفريق المصري. أبو تريك الآن يعكس كرة عرضية، فرصة الهدف 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 بضربة راسية عن طريق عماد متعب. أبو تريك بالمقاس، هي كرة وعماد متعب يتمكن من التسجيل بضربة راسية محكمة يخالف شباك الحارس سفيان عز الدين لتهتز مدرجات ملعب القاهرة. الأهلي يعلن عن تقدمه في هذا اللقاء، وعماد متعب يقول كلمة التفوق، فرحة كبيرة في مدرجات ملعب القاهرة. دائما جمهور الأهلي مفردات الفرح ومرادفاته على لسان أحباء القلعة الحمراء. الإعادة من جديد في كرة يمهدها أبو تريكة. عماد متعب اللي كان متمركز في التوقيت المناسب خالد سفيان عز الدين بهذه الرأسية، ويعلن عن أسبقية لمصلحة فريق الأهلي. الإعادة مرة أخرى في كرة أبو تريكة، والكرة طار معها عماد متعب ليتمكن من التسجيل، تتغير النتيجة. الأهلي ياخذ الأسبقية بكرة عماد متعب اللي خالط من خلالها حارس المرمى سفيان عز الدين.